كثير من جمهور مثل عينك تلعب اليوم بالليغ، ليش فادي اليوم ما عم يلعب؟ شو صار؟ بخصوص الريليس، يعني تأخر ريليس من تشاينا، هذا هو السبب، كنا جاهزين صرنا جمعة عم نتحضر، فدوماج للجمعة الجاية، كنا عبالي العب أول جيم على أرضنا، الجمعة الجاية على أرض لومنتمن اللي هو أرض وجمهور كثير بحب ألعب مقابلهم، ف يعني راحت للجمعة الجاية. فادي كيف محضر للعودة للبنان للبطولة اللي أكثر شيء بتحبها وللسيزون كلها؟ كثير مبسوط، أول شيء رجعت للبنان ورجعت للبطولة اللي هي أعز على قلبي، ومبسوط إني موجود مع النادي الرياضي هالفريق العريق، شوي شوي بنلبن الكمستري مع بعض ونقدر نعمل أكيد بطولات ونجاح أكثر. ثانك يو فادي.